بعد كده هنتكلم بقى ازاي نقدر نعدل شويه في الداتا تايبس دي اللي هي الانت والدبل والتشار، ازاي نقدر نعدل عليهم. عندنا حاجه اسمها موديفايرز، الموديفايرز دول وان هم كيوردز بستخدمهم عشان اغير في المعنى الرئيسي للداتا تايبس اللي احنا شرحناهم زي الانت والدبل والتشار والفلوت. المفروض ان احنا بنستخدم الموديفايرز دول قبل الداتا تايبس، يعني انا لما باجي استخدم اي موديفاير من اللي احنا هنتكلم عليهم دلوقتي بكتبه قبل الداتا تايب، قبل الداتا تايب، قبل الداتا تايب. يعني لو هكتب شورت بكتب كده شورت انت، لو هكتب لونج لونج انت، وهكذا. طيب ايه بقى لازمه الموديفايرز دول اللي هم بيعملوا موديفاي للداتا تايبس بتوعي او بيغيروا في معناهم الرئيسي؟ انا ليه اصلا بستخدمهم؟ عندنا نوعين من الموديفايرز، سايز موديفايرز وساين موديفايرز. عشان نفهم السايز موديفايرز دول لازم نعرف الاول ان اي فاريبل بكريته على حسب نوع الداتا تايب، مش بس ان انا بحدد الحاجه اللي انا هخزنها هي ايه، لا انا كمان بحدد السايز اللي انا هحجزه في الميموري. بمعنى كل حاجات اللي من نوع انت بتحجز مكان معين في الميموري، نفس الكلام ان كل حاجات اللي من نوع دبل بتحجز برضو مكان محدد في الميموري، نفس الكلام الحاجات اللي تشار بتحجز مكان محدد في الميموري. طب انا عايز اعرف الانت دي لما اعرف حاجه من نوع انت، لما اعرف فاريبل من نوع انت يا ترى بيحجز لي مكان في الميموري قد ايه، انا عايز اعرف. يبقى عندنا هنا اوبريتور او فانكشن، طبعا هيوضح اكتر برضو لما نشرح الاوبريتورز والفانكشنز، بس دي حاجه بيلت ان موجوده جايه في اللايبراري دي، وبرضو اللايبراري هتوضح اكتر لما نتكلم عن اللايبراريز. كل اللي بعمله انا بكتب سايز اوف، بحط الداتا تايب اللي انا عايز اعرف هي بتحجز لي مكان قد ايه في الميموري، فانا عايز اعرف الانت ده بيحجز لي مكان قد ايه في الميموري، فانا هكتب انت، طبعا نحط سيمي كولون. طب انا عايز اعرف بقى كده الناتج ده هيطلع لي فين؟ طيب انا عايز بقى يقول لي هو السايز اوف الانت ده بكام. هنا هنستخدم فانكشن اسمها برنت اف، دي بري ديفايند فانكشن، هتوضح اكتر برضو لما نتكلم على الفانكشنز، والفانكشن دي موجوده اصلا في اللايبراري دي، هيوضح برضو كونسبت اللايبراري لما نتكلم على اللايبراري. بس دلوقتي بس عشان عايزين نعرف السايز اوف الانت، كل اللي هعمله ان انا هكتب هنا الجمله اللي انا عايزها تطبع هنا، فهكتب سايز اوف انت، وبعديها هحط هنا الحاجه اللي انا عايزها تطبع سايز اوف انت، وبعديها احط برسنتج، وبعديها دي معناها ان انا هطبع رقم. فانا كل اللي هعمله هنا ان انا بين اتنين كوتيشنز هكتب الجمله اللي انا عايزها تطبع هنا، فاقول سايز اوف انت ايكوال، وبعد كده هنعمل فورمات سبيسيفاير، ده هيوضح اكتر لما نتكلم برضو على الفورمات سبيسيفايرز. انا كل بس عايزين نعرفه هنا ان احنا عايزين نشوف الانت ده بيحجز قد ايه في الميموري، وبعد كده هعمل كوما وهحط ده كله هنا. دي كل فكره الفانكشن دي، ان هي تحت هتطبع لي سايز اوف انت ايكوال، وهتشيل البرسنتج دي وتحط القيمه بتاعت سايز اوف انت. لو جيت عملت ران هلاقي ان هو قال لي سايز اوف انت ايكوال 4، 4 دي 4 بايت، معناه ان انا عندي على الجهاز الكومبايلر بيحجز في الميموري 4 بايت لكل انت. طيب الكلام ده ممكن يختلف من جهاز لجهاز ومن كومبايلر لكومبايلر، فممكن انت لو استخدمت اي دي تاني مع جهاز تاني ممكن ما يحجزش عندك الانت 4، ممكن 8، مفيش اي مشكله. طيب لو انا عايز اعرف بقى الدبل بتحجز قد ايه في الميموري، فهكتب سايز اوف دبل عشان اعرف بس هي بتحجز قد ايه. فكره البرنت اف هتوضح اكتر لما نتكلم عليها، احنا بس عايزين نعرف هو بيحجز قد ايه. هنلاقي ان الدبل بيحجز 8 بايت. طيب لو تشار هلاقي ان التشار بتحجز 1 بايت، يبقى انا عرفت ان اي انت بيحجز عندي في الميموري 4 بايت، الدبل 8 بايت، التشار 1 بايت. لو انا بقى استخدمت السايز موديفايرز دي قبل الداتا تايبس اقدر اعدل في حجم المكان اللي بيحجزه الكومبايلر عندي في الميموري. فلو كتبت مثلا، خدت بقى دي كوبي بيست اهي، وكل اللي عملته ان انا كتبت سايز اوف شورت انت، وكتبت هنا ايه شورت انت، وجيت عملت ران هلاقي مثلا ان الشورت لما جت قبل الانت خليته يحجز 2 بايت مش 4 بايت. طيب لو جيت خليتها لونج قبل الانت هلاقي ما عدلش في السايز، خلاه 4 بايت برضو.
فاحنا كده لاحظنا لما حطيت شورت قبل الانت غيرت في السايز اللي بيحجزه. طيب زي ما عندنا سايز موديفايرز ممكن تعدل على المساحه اللي هيحجزها الكومبايلر في الميموري على حسب الداتا تايب، عندنا ساين موديفايرز ودي بتتحكم في هل الفاريبل بتاعي ممكن يخزن رقم سايند يعني رقم يبقى نيجاتيف ولا يبقى انسايند يعني صفر او بوزيتيف فقط. لو هجرب مثلا السايند والانسايند مع التشار، احنا قلنا ان التشار بتحجز 1 بايت في الميموري، بتحجز 1 بايت في الميموري، يعني احنا عندنا اي حاجه من تايب تشار بتحجز 8 اماكن لان الواحد بايت 8 بيتس، يبقى بتحجز 8 ارقام، 8 اصفار او 8 وحايد او 4 اصفار او 4 وحايد او 6 اصفار او وحدين ايا كان. لو هي لو التشار ده انا خليته سايند يعني بيبقى من بوزيتيف لنيجاتيف، يبقى اعلى قيمه هيشيلها 8 وحايد. طيب احنا قلنا ان التشار 1 بايت، 1 بايت يعني 8 بيتس. لو انا عايز اعرف 8 بيتس دول ايه الاحتمالات اللي ممكن الرقم اللي من 8 بيتس ده يكونوا، هضطر اقول 2 باور عددهم اللي هو 8، هلاقي 2 باور 8 ده 256، يعني انا اي حاجه من نوع تشار ممكن تشيل 256 قيمه. لو هي كانت سايند يبقى هتشيل القيم ال 256 دول من نيجاتيف 128 ل 127. لو احنا جينا عدينا من نيجاتيف 128 لصفر ومن 1 ل 127 هنلاقيهم 256 قيمه. ده في انهي حاله؟ في حاله ان انا كاتب سايند قبل التشار. طيب لو انا كاتب بقى ان سايند قبل التشار هلاقي ان هو بيشيل قيم من صفر ل 255. لو احنا جينا هنا هنلاقي ان من 1 ل 255 255 رقم زائد الصفر يبقوا 256 رقم. يبقى انا كاتب سايند قبل التشار يبقى بتشيل ارقام بوزيتيف ونيجاتيف، بتشيل من اول نيجاتيف 128 لغايه بوزيتيف 127. لو انا كاتب ان سايند يبقى هتشيل من اول 0 لغايه 255. الارقام دول 256 رقم، الارقام دول 256 رقم. طب دي هتفرق معايا في ايه؟ لو انا مستخدم سايند تشار دي الاحتمالات اللي انا ينفع احطها جوه السايند تشار، يبقى ما ينفعش مثلا احط 220 لان هي بتشيل من ده لده. نفس الكلام مثلا هنا ان سايند تشار يبقى بتشيل من ده لده، يبقى ما ينفعش احط فيها مثلا نيجاتيف 10. طبعا الكلام ده هيبقى واضح اكتر كارقام مع الانت، بس احنا ما جربناش مع الانت لان الانت 4 بايت يعني 32 بت، يبقى عندي 32 رقم، فهلاقي ان 2 باور 32 في الاحتمالات بتبقى كبيره جدا، فحبينا نوضح هنا بالتشار عشان الاحتمالات بتبقى محدوده. يبقى الموديفايرز بيغيروا لي في طبيعه الداتا تايب، عندنا سايز موديفايرز بيغيروا لي في المساحه اللي هيخزنها الكومبايلر طبقا للداتا تايب، عندنا شورت ولونج، والساين موديفايرز الفاريبل بتاعي على حسب الداتا تايب اللي انا مختارها له. لو حطيت سايند يبقى الفاريبل ده ممكن يشيل ارقام نيجاتيف، لو ان سايند يبقى هيشيل ارقام بوزيتيف وصفر فقط.